في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على نعمه التي لا يعدها عاد ولا يحصيها أحد، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن على هذه الثلاث مدار السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بتوحيدنا لك وحبنا لك وتعظيمنا لشريعتك أن تفرج لإخواننا في ليبيا، وأن تعجل لهم بالفرج والتمكين، وأن تعجل لهم يا حي يا قيوم بالخلاص مما هم فيه، وأن ترحم موتاهم، وأن تشفي جرحاهم، إنك أنت القوي العزيز. أيها الأحبة في الله، نبتدئ هذا الدرس الذي أسأل الله تعالى أن ينفع به، وهو مختارات من كتب التوحيد. اليوم العالم بأسره يعيش أزمة، وهذه الأزمة التي يعيشها العالم مردها إلى سبب واحد فقط، وهو تضييع حق الله جل وعلا. فالمعسكر الغربي أو المعسكر الشرقي أو أي طرف آخر، كل من يعيش أزمة في هذه الحياة فالعلة هو فقدان حقيقة ما يجب لله تعالى على هؤلاء، فلذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. الحديث اليوم عن التوحيد فريضة، والكلام اليوم على حق الله تعالى واجب، لا يجوز أن يقصر فيه ولا عنه لا المبلغ ولا المبلغ، لا المتحدث ولا السامع، فأي حديث لا يوصلك إلى حق الله تعالى لا عبرة من ورائه، وأي حديث لا يرجى منه أو لا يتوصل منه إلى تحقيق حق الله تعالى فلا خير فيه. إذا كان القرآن كله يعنى بالتوحيد كما يأتي معنا بعد قليل، فكل آية في القرآن تعنى بالتوحيد، وأمر التوحيد عظيم كما سوف يأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. يذكر في بعض
كتب التاريخ والسير أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، لما ألف كتابه كتاب التوحيد ودرسه لطلابه، فلما فرغوا منه قال لهم نبدأ مرة أخرى، إن شاء الله من الغد نبدأ مرة أخرى في قراءة كتاب التوحيد. فالطلاب يعني نظر بعضهم إلى بعض، قالوا يعني يا شيخ يعني ما في غير كتاب التوحيد، نريد أن نقرأ متون أخرى وأن نتوسع في هذا الموضوع وأن ننطلق في متون أخرى. فلحوا على الشيخ على أن يقرأوا متنا آخر غير متن كتاب التوحيد، فقال الشيخ خير إن شاء الله. فلما جاء من الغد، يذكر أن الشيخ تأخر قليلا، فلما وصل إليهم سألوه، قال قبل ذلك أبى أسألكم عن مسألة طرأت علي هذا اليوم. قالوا خير إن شاء الله. طبعا أهل نجد في ذلك الوقت يتكلمون بالعامية والقصة كتبت بالعامية، قالوا خير إن شاء الله. قال أبد. وأنا طالع جاني رجال وقال لي إني غلبتني نفسي وأنا في البيت، فنظرت إلى قال أخته أو أمه فأغواني الشيطان فوقعت عليها، وقع على أمه أو على أخته فواقعتها بالحرام، زنى بها. فضج الطلاب، أعوذ بالله أعوذ بالله، يقع على أمه أو على أخته مثل هذا الخبر، تقشعر منه الأبدان. فجميع الطلاب ثاروا على هذا المنكر وحق لهم. قالوا بعده جاني رجال وقال يا شيخ أنا تعبت، أصابتني الهموم والغموم، ولا محبوس عن أهلي ولا لي خلق أحد، وحالتي حالة ونفسيتي شينة، وكل ما رحت لمطوع وعزم علي قال لي إما فيك مس ولا فيك سحر، وإني رحت الرجال وقال لي علاجك عندي، وقلت وش العلاج؟ قال أبد إذا جاء طلوع الشمس تأخذ ديك أحمر عرفه طويل فتذهب إلى القبر الفلاني فتذبح هذا الديك عنده. فسمع الطلاب ولم يحركوا ساكنا. قال الشيخ أيهما أعظم؟ وأنا أسألكم اليوم أيهما أعظم؟ الديت ولا الرجال اللي وقع على امرأته؟ ها؟ الديك، لأن هذا شرك وتلك كبيرة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة وتلك كبيرة شنيعة، لكن أعظم منها ذبح الديك عند هذا القبر، وهذا هو واقع المسلمين اليوم. واقع المسلمين اليوم تجد من يتحدث عن جملة من المنكرات وواجب عليه أن يتكلم عن هذه الجملة، لكن لا يتكلم عن المنكر الأعظم وهو الشرك بالله جل وعلا، ولا الواجب الأعظم وهو توحيد الله جل وعلا. فتوحيد الله جل وعلا هو الأس الذي لا يمكن أن تصل إلى الجنة إلا عن طريقه، فإذا لم يوجد هذا الأس لا يمكن أن يبنى لك أي بنيان يصح لك أن تتفيأ ظلاله يوم تلقى الله جل وعلا. هذا هو التوحيد.
فأهمية التوحيد والعناية به يجب أن يتقدم على أي أمر من الأمور، والزهد في تعليمه أو تعلمه أمر خطير، ليس على الفرد فحسب بل حتى على البشرية، لأن إذا فقدت الحق الواجب لله تعالى فماذا سوف يكون مآلها؟ ماذا سوف يكون مآلها؟ ولتبيين هذا الأمر وأهمية التوحيد لابد في هذه السلسلة إن شاء الله تعالى سوف يكون كل درس منها وحدة مستقلة تتكلم عن موضوع أرجو الله تعالى أن يعين على استيفاء جميع جوانبه. فاليوم مثلا نتكلم عن أهمية التوحيد وفضله والتحذير من الشرك وضرره، وإن كان هناك جزء من الوقت شرحنا جملة من أنواع التوحيد التي تكلم عليها علماؤنا رحمهم الله تعالى. فضل التوحيد ومكانة التوحيد. للتوحيد فضل عظيم يدل على علو مكانته في الدين، وهذه الفضائل كثيرة. أولا أن الغاية من خلق الخلق هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال علماؤنا إلا ليوحدون، فأخبر سبحانه أن خلق الخلق أنه خلق الخلق لحكمة، وهو إفراده جل وعلا بالعبادة، ولم يخلقهم لحاجة، فهو غني سبحانه وبحمده عنهم. الله تعالى غني عنا، لا يستقوي بنا جل وعلا من ضعف، ولا يستغني بنا من فقر، ولا يستكثر بنا من قلة سبحانه وبحمده. لا، الله جل في علاه غني عنا وعن عباداتنا وعن ذكرنا وعن شكرنا وعن قراءتنا وعن صلاتنا. لا تنفعه عبادة الطائعين ولا يضره عصيان العاصين، وإنما خلقنا لحكمة جل وعلا، وأوجدنا ليتحقق فينا حكمته. منا من يستجيب ومنا من يرفض والعياذ بالله، إلا ليعبدون. فلذلك خلق الخلق لحكمة، لأنه حكيم عليم سبحانه وبحمده. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. آخر آيات الذاريات تشرح لك التوحيد كاملا، جميع أنواع التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الأول توحيد الألوهية، الثاني توحيد الربوبية، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ويشمل توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات كما يأتي معنا بإذن الله تعالى. فالتوحيد هو حق الله تعالى على عباده، هذا من فضائل التوحيد. الأول أن الله تعالى خلقنا لعبادته. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. وحق العباد على الله، إذا هم أدوا هذا الحق، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الأول حق إيش؟
واجب. حق العباد على الله حق إيش؟ حق واجب. وحق العباد على الله حق إيش؟ حق تكرم وتفضل منه سبحانه وبحمده. فحق العباد على الله هذا الحق واجب، ليس لك فيه خيارة. وحق العباد على الله حق تفضل وتكرم، لا يوجب الله على حد شيء، لكن الله تعالى حرم الظلم على نفسه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلذلك كافأهم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والشرك إذا أتى به الإنسان لا ينفع معه عمل، ولو يفتدي كل ما يملك من أجل أن يعتق من النار بسبب الشرك لا ينفعه شيء. لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدى به، لكن لا ينفعه هذا الشيء، لا يمكن أن يفتدي. لماذا؟ لأن الشرك لا ينفع معه عمل والعياذ بالله. الثاني من فضائل التوحيد أن الحكمة من إرسال الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم هو أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله في القرآن على وجه الإجمالي في حكاية الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذا على وجه الإجمال. ثم حكاهم الله تعالى على وجه التفصيل فقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت ليعبد الله وحده. قال الكفار لما سمعوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الكفار كفار قريش فهموا معنى لا إله إلا الله مباشرة، فهموا معنى لا إله إلا الله لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ماذا كان الجواب؟ انظر إلى فهمهم، عرب يفهمون. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. نسبوه إلى أنه اختلق هذا الأمر والعياذ بالله. فالتوحيد فهم المشركون الأولون معنى لا إله إلا الله، لكنهم والعياذ بالله أبوا تنفيذ معناها. ومن فضائل التوحيد أن الله تعالى أنزل له الكتب، فعمدة تعاليم هذه الكتب هو الدعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك به، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. والقسط هو العدل، وأول العدل وأعظمه ورأسه هو التوحيد. اسمع ماذا يقول. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة 468: بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن، اسمع، كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله، عد معي، إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما
خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد، وحقوقه وجزاؤه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم، انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الرابع مما يدل على فضل التوحيد أن الله تعالى أمر بالجهاد، أمر بالجهاد. الله تعالى لا يحب الفساد، وأعظم الفساد قتل النفس واستباحة الدم والعياذ بالله، وقتل النفس بغير حق والعياذ بالله. إلا أن الله تعالى شرع الجهاد، وشرع تجريد السيوف من أغمادها لغرض واحد، وهو إقامة التوحيد وتصفية معانيه. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والفتنة هنا هو الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالسيوف تجرد والأرواح تزهق والأجساد تكلم من أجل أمر واحد، وهو لا إله إلا الله. ولا تسترخص الأنفس والمهج إلا من أجل توحيد الله وحده لا شريك له. والأمر الخامس: التوحيد هو أول ما يجب على الدعاة أن يفتتحوا به دعوتهم. أي داعية يريد أن يفتتح دعوته، أمره، دروسه، قدم إلى قوم، عن أي شيء يكلمهم، أول ما يكلمهم به التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن أنت حينما تريد أن تقدم موعظة، كلمة، نصح، إرشاد لأي كائن من كان، ابدأه بالتوحيد ومحبة الله جل وعلا. ومن فضائل التوحيد أنه شرط لقبول الأعمال الصالحة، فالعمل الصالح إذا لم يكن أمامه توحيد لا ينفع صاحبه يوم القيامة. فمثلا رجل يصلي ويصوم ويقوم الليل ويؤدي الزكاة ويبر والديه ويعمل من أعمال الخير كل ما يشاء، إلا أنه يعتقد في مخلوق أنه يملك ضرا أو يملك نفعا أو يدفع ضرا، أو أنه يلهج بالذكر عند سيد من السادة أو عند قبر نبي من الأنبياء، مع أن كافة قبور الأنبياء غير معلومة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كل قبور الأنبياء غير معلومة إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لا ينفعه شيء، كل هذه الأعمال لا تنفعه شيء يوم يلقى الله. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ويقول الله جل وعلا: والذين كفروا
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا سبحان الله، الله عز وجل حكى عن الكفار أنهم أعمال، لم يقل ليس لهم أعمال، ما قال أنهم قدموا إلى الله دون عمل صالح، لا، بل قال الله جل وعلا والذين كفروا أعمالهم، لهم أعمال، لهم أعمال، لهم أعمال صالحة، لكن هذه الأعمال الصالحة لم تبنى على أساس، لم تبنى على أساس. الآن هذا المسجد المبارك، شوف يا أخي كم فيه من عمود، عد الآن العمدان اللي في المقدمة، يجي لهن أكثر من 10، ثم وراهن هؤلاء العمدان، ووراء هذه العمدان، ووراءها تلك العمدان، ولا ما يقوم هذا الأساس وهذا البنيان إلا على عمدان تقوم عليه. أي عمل صالح نؤديه إذا لم يكن أمامه أسه ركنه الذي يثبت عليه إفراد الله، توحيد الله، إخلاص العمل لله، ما ينفع، ما ينفع أبدا، ما ينفع. أمر التوحيد عظيم. فالآن جلوسك المبارك في هذا المسجد واحتسابك للأجر، وأن ترجو ما عند الله جل وعلا، والملائكة تصلي عليك اللهم اغفر له، اللهم ارحم، وأنت جالس الآن استغفار الملائكة لك، كل هذا ما ينفعك ولا ينفعني أنا، وأنا جالس معك وأصيح بصوتي إذا لم يكن القصد وجه الله جل وعلا، ولا أنا وياك والعياذ بالله من الخاسرين يوم نلقى الله. إذا أنا بتزين بكلامي أمامك وأنت بتتزين بجلوسك من أجل أنك حضرت، ما رح نستفيد شيء، لكن انظر إلى المحك، فقط هو عمل قلب، اقلب. أنا أقصد بكلامي وجه الله وأنت تقصد بجلوسك وجه الله، فزنا يا أخي، انتهت، ما يبي لها قومة ولا قعدة ولا طلعة ولا تصليح شماغ ولا هز اكتاف، لا، هو فقط عالج هذا القلب وعلقه بالذي يستحق أن يعلق به وتنتهي أمورك كلها، لن تنافعني وأنا ما راح أنفعك. كل مخلوق لا ينفع مخلوق، ما ينفع مخلوق. فلذلك إذا لم يوجد التوحيد لا تنفعنا أعمالنا الصالحة يا أحبة، لا تنفعنا أعمالنا الصالحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. السابع، أن التوحيد شرط لدخول الجنة، كما قال الله عز وجل ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني موحد، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. والثامن، أنه محل الولاء والبراء، معقد، المحل الذي نوالي فيه الناس ونعادي الناس، هو التوحيد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن هذه الجملة من فضائل التوحيد تجعلنا نسأل سؤال، ما هو التوحيد؟ قبل أن ننتقل إلى أثر التوحيد على المجتمع والفرد، ما هو التوحيد؟ هذا التوحيد الذي نتكلم عنه اجعلنا نبسط
نبين نوضح معنى التوحيد. التوحيد مصدر وحد، يوحد توحيدا، وهو أي جعله واحدا، جعله واحدا، مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في أسمائه وذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. نعيد: توحيد مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، جعله واحدا. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على ماذا؟ على ثلاثة أمور. أولا أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، الله تعالى واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. هل أحد ينازع الله ملكه؟ هل أحد ينازع الله أفعاله؟ أبدا. هذا لأن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد سبحانه وبحمده في ذاته وصفاته لا نظير له. الله تعالى كريم، والله تعالى عزيز. وقبل قليل سمعنا في قراءة إمامنا المبارك: هو الله الذي لا إله إلا هو. شوف اقتران أنواع التوحيد بعضها مع بعض كما يأتي معنا. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم صفات لله جل وعلا. هل هناك نظير أي رحمة من رحمات الدنيا تكون قريبة قرينة لرحمة الله تعالى؟ ها؟ هل هناك رحمة قرينة قريبة تكون نظيرة لرحمة الله جل في علاه؟ أبدا أبدا، ولا يمكن. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هل هناك نظير لله تعالى في هذه الأسماء والصفات؟ أبدا. واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، واحد في ذاته وصفاته لا نظير له، واحد في إلهيته وعبادته لا ند له. هذا الرب جل في علاه الذي لا شريك له في ملكه وأفعاله ولا نظير له في ذاته وصفاته، ماذا تكون النتيجة؟ خلني أبسط لك الأمر. اتفقنا الآن أن الله تعالى لا شريك له في ملكه وأفعاله. الآن رزقني أنا 50,000 ورزقك أنت 500,000، هل لأحد أن يقول لما رزق وليد 50 ولما رزق فلان 500؟ ها؟ هل لأحد أن يكون له سلطان في أن يحول بين رزقي وأن يحول بين رزقك؟ أنا أسأل. إذا قررنا بهذا ننتقل إلى مسألة أخرى. طيب، إنسان مريض بمرض معروف والعياذ بالله، مثلا مرض سكري، مرض ضغط، مرض من أي مرض من هذه الأمراض الشائعة. وآخر مريض بنفس المرض، هذا يأخذ
مثلا خلنا نضرب مثال بالسكري المشتهر، يحللون يطلع كل منهم مثلا أن التحليل صايم 250 مثلا، جيد 250 تحليل السكري، هذا يأخذ الحبوب أو يأخذ الإبر ومباشرة تنضبط حاله ويمشي معهم زي ما يقولون زي الألف من أحلى ما يكون، وهذا نفسه يأخذ نفس الإبرة ونفس الحبوب ولا ينضبط السكر، ليه؟ لماذا؟ من المعافي؟ من الشافي؟ من كاشف الضر؟ من جالب النفع؟ هو الله، هو الله. هل أحد يستطيع؟ جب لي أطباء الدنيا كلهم قاطبة، أتحداهم أن يصنعوا غير السبب، لكن تحويل السبب إلى أن يكون فعل حقيقي لا يملكون، لأن الله واحد في ملكه وأفعاله. إذا كان ربنا جل وعلا واحد في ملكه وأفعاله، ثم لا نظير له في أسمائه وصفاته، ملك، قدوس، سلام، مؤمن، مهيمن، النتيجة هل يصح أن تدعو غير الله؟ ها؟ محاكمة عقلية يا أخوان. هل يصح أن تذهب إلى قبر وتناجي وتنادي هذا المدفون في قبره أن يرفع عنك بلاء أو أن يجلب لك نفع أو أن يرزقك ولد أو أن يرفع عنك العقم؟ هل يصح هذا؟ هل يصح؟ طيب، واحد قال يصح، من يقول لكم أن الدعاء للأموات أو ما شبهه أنه شرك؟ نحن هؤلاء يحبهم الله، هؤلاء محبوبين عند الله جل وعلا، فنحن ندعو عند قبورهم لمحبة الله تعالى لهم، جيد؟ لمحبة الله تعالى، فلذلك بما أن الله تعالى يحبهم إذن نحن ندعوهم وهم أحياء في قبورهم أن يبلغوا دعوتنا إلى الله جل وعلا، تمام؟ هذه شبهة. أنت حينما تتجه بمثل هذا الاعتقاد، سلمنا جدلا أن هذا المدفون كائنا من كان من البشر، أن هذا المدفون هو محبوب عند الله جل وعلا، من نبي أو ولي أو شهيد أو صديق أو ما شبهه، سلمنا جدلا، ثم حضر هو عند قبره، هذا الحضور مبناه على التعظيم ولا مبناه على غير التعظيم؟ ها، أنا أسأل، هذا الحضور مبناه على التعظيم ولا على غير التعظيم؟ تعظيم. لما يحضر عند هذا القبر، هو عظم صاحب هذا القبر ولا ما عظمه؟ طيب، خلني أقرب أكثر، معلش، نظرا لأنه يمكن قد يسمع غير الحاضرين، لك حاجة في الدنيا، تمام؟ تبي وظيفة، تبي علاج في مستشفى، حق من حقوقك لم تأخذه، تريد أن تصل إلى هذا الحق، تتجه لمن؟ ألست تتجه إلى من في قلبك شيء أن هذا الرجل بيده سبب أن يقضي حاجتك لأنه يقدر عليها ولا لا؟ ممكن تروح لوزير الصحة، ممكن تروح لوزير التعليم، ممكن تروح لوزير الخدمة المدنية، على حسب طلبك، قيل لك فلان يعرفه ويمون عليه وسوف يقضي حاجتك، وتذهب إلى هذا الفلان، تذهب أنت في نفسك جزء من التعظيم له ولا جزء من الإهانة له؟ ها؟ احترام ولا ما في احترام؟ لأن بيده شيء قد يصنعه لك. هذا الرجل الذي يتجه إلى هذا المدفون
أو إلى هذا الغائب صرف جزءا من التعظيم له ولا ما صرف؟ طيب الصرف هذا التعظيم لهذا الغائب عنه بأي صفة من الصفات، هل هو يتوافق مع حقيقة ما نسمعه كل يوم وليلة 5 مرات الله أكبر ولا يناقضها؟ ها؟ يناقضها. كيف أنت الآن تردد خلف المؤذن الله أكبر الله أكبر؟ كيف تقول في صلاتك الله أكبر ثم بعد ذلك يكون في قلبك من هو أكبر أو من هو وصيف لهذا الأكبر؟ لا، ما يصح هذا أبدا. تعظيم الله جل وعلا لا يقارنه أي تعظيم، والله تعالى لم يحوجك، لم يجعل لك حاجة إلى أحد، بل أمرك أن تتوجه إليه. اسمع، في تحقيق مثل هذا الأمر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، ها أكيد أنا صح ولا أنتم صح؟ إن الذين يستكبرون عن إيش؟ ما أسمع أكيد؟ يحتاج نجيب المصحف ولا مضبوطة؟ يعني أنا مخطئ. سبحان الله، عرف الدعاء بإيش؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فالدعاء عبادة، أنت استكبرت يا من اتجهت إلى الغائب عن عبادة الله. اسمع، إلى إمام الموحدين لما يخاطب أباه فيقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك، أنا أرد عليك بقول تأمن فيه سلامة مني. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم، هنا الشاهد، وأعتزلكم وما تعبدون ها ما سمعت وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم فلما اعتزلهم وما يدعون وما يعبدون من دون الله قال لهم ماذا قال؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله حقق التوحيد وهبنا له إسحاق ويعقوب الآية. توحيد. إذا شئت الأنس والطمأنينة فافزع للا إله إلا الله. اسمع، ذنون عليه الصلاة والسلام لما خرج من قومه غضبان ثم ذهب إلى السفينة ثم استهم فكان نصيبه أن يلقى في اليم ثم بعد ذلك التقمه الحوت وهو مليم، ماذا كانت خلوته؟ ماذا كان يناجي؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله؟
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. اسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول دعاء ذي الكرب، دعاء ذي الكرب الذي ينزل به الكرب، ما هو دعاؤه؟ يا ربي فرج كربي، يا ربي نفس عني، يا ربي ألتجئ إليك أن ترحمني. لا، اسمع، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، هذا دعاء ذي الكرب. رجل أصابه هم وغم وحزن، ما هو دعاؤه؟ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. توحيد، توحيد، التجاء إلى الله جل وعلا، توحيد. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي. من نزلت به كربة فليفزع بلا إله إلا الله. الطمأنينة إذا شئتها بالتوحيد، الراحة إذا شئتها بالتوحيد. لا علاج، لا علاج لكافة الهموم والغموم إلا بالالتجاء إلى الله جل وعلا، إلا بالالتجاء إلى الله جل وعلا. إذن أنت مطالب بالعبادة لله جل وعلا. ما معنى العبادة؟ الآن التوحيد عرفنا معنى التوحيد، وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة: فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد، كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. ويقول رحمه الله تعالى: هذا وثاني نوعي التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا، ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، إلى آخر كلامه كما يأتي معنا. إذن قبل أن ننطلق، ما معنى العبادة؟ ما معنى العبادة؟ نحن نريد أن نسأل ما معنى العبادة في هذه الدقائق التي قبل الأذان الأربع دقائق، نريد أن نعرف ما معنى العبادة. وش معنى العبادة؟ لو سألتك الآن ما معنى العبادة، كلنا نحفظ من فضل الله تعالى علينا، من فضل الله تعالى علينا، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا نحفظ، صح ولا لا؟ أسألك ما معنى العبادة، تقول اسم جامع، يعني لفظ يجمع، اسم جامع لكل ما يحبه الله، أي شيء يحبه الله، قول، عمل، ظاهر، باطن في أعمال القلوب، فهو عبادة. طيب، هذا شيء، لكن خلنا نقرب معنى العبادة. شو معنى العبادة؟ أنا أريد أن نستشعر العبادة في حقيقتها يا أخوان. هذا التعريف تعريف علمي جامع مانع للعبادة، وهو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية كما في كتابه العبودية، وهو الذي سار عليه أئمتنا. لكن اجعل القلب يتحرك مع معنى العبادة. تعال، ما معنى العبادة؟ العبادة في اللغة هي الذل والخضوع، وأن تسمع وتقرأ: تم اليوم تعبيد جملة من الطرق. شو معنى تعبيد؟ يعني تذليل وتيسير
وإزالة جميع ما يعوق من الوصول إلى هذه المنطقة عبر هذا الطريق. التذليل، الذل والخضوع، هذا معنى العبادة في اللغة. والعبادة تعريف آخر لها وهو المهم: كمال الذل والحب لله جل وعلا. يعني عندك أمران: أن يكتمل في قلبك كمال الذل مع كمال الحب. يا سبحان الله، كمال الذل مع كمال الحب. ننقط الحروف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو مولاه: سلني ما شئت، اسأل. قال: يا رسول الله، ها، أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك، كلنا حافظين بكثرة السجود، ليش ما قال أعني على نفسك بكثرة الصدقة، بكثرة الصيام، بكثرة الركوع، بكثرة القنوت، بكثرة القراءة؟ لماذا بكثرة السجود؟ ها؟ الذل لله جل وعلا. الذل أكرم ما في الإنسان وجهه، أكرم ما فيك وجهك. وأن تضع وجهك في أدنى موقع لا تريد أن تضعه فيه على الأرض، لكن لمن؟ لله. هذا الذل مقترن بإيش؟ بكمال الحب. بكمال الحب، كمال الذل مع كمال الحب لله جل وعلا يعطيك المحبة. كمال الذل مع كمال المحبة يعطيك العبادة. كمال الذل مع كمال المحبة، أنت حينما تصلي حتى تستشعر العبادة، حينما تصوم، حينما تدعو، تستشعر أنك في مقام الذليل بين يدي العزيز، أنك في مقام الذليل بين يدي العزيز، وأنك في مقام الفقير بين يدي الغني، وأنك في مقام الضعيف أمام القوي، وأنك في مقام الصغير أمام الكبير. تستشعر مثل هذا في داخل قلبك ليتحقق لك الخشوع. فأول الدرجات التي يقترن بها قلبك المحبة، ثم المحبة. ما معنى المحبة؟ المحبة هي كمال المطاوعة للمحبوب، كمال المطاوعة للمحبوب. لما ادعى أقوام محبة الله جل وعلا امتحن المحبين بقوله: فاتبعوني يحببكم الله. ادعى ناس يقول حنا نحب الله. طيب، تحبون الله؟ جاء الامتحان: فاتبعوني يحببكم الله. ليست العملية عملية دعوة، امتحان. فالذي يحب الله جل وعلا يكون له صدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، صدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يدعي المحبة دون متابعة لا يصل إلى شيء. بعدها ما يسمى بالمتيم، أعلى درجة من المحبة، وهو أن يتيم القلب بالمحبوب، فلا ينظر إلا إليه، ولا يعرف إلا هو، ولا يلتفت إلا به، وهو ما يسمى بالقلب المتيم، أعلى درجة من المحبة. وأعلى منها درجة الخلة، وهي درجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل عليهم أفضل الصلاة والتسليم.
إلا أن صاحبكم خليل الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إلا أن صاحبكم خليل الله. الخلة ما تحتمل المشاركة أبدا، ما تحتمل المشاركة، لا تحتمل المشاركة أبدا، وهي أعلى الدرجات. فالخلة خلاص، القلب ليس فيه إلا الرب جل في علاه. طيب أنت الآن أين مقامك من هذا كله؟ أين مقامك من المحبة؟ أين مقامك من الذل؟ أين مقامك من حقيقة العبودية لله جل وعلا؟ كل هذا أمره بيدك، وهو أن تحقق حقيقة التعلق بالله جل وعلا. وهذا لا يكون إلا بالدعاء وحقيقة التضرع إليه. فأنت كل وقت يا أخي، كل وقت أكثر من 17 مرة تقول في اليوم والليلة: إياك نعبد وإياك نستعين. ما استشعرتها؟ وقبل أن نقف للأذان، اجعلني أختم لك بحديث لعله أن يحرك ساكن قلبي وقلبك. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. سألكم بالله يا أخوان، عمرنا استشعرنا هذا في الصلاة؟ يعني لو استشعرنا هذا، من أنا ومن أنت حتى إذا قلنا الحمد لله رب العالمين قال الله جل في علاه حمدني عبدي؟ ما أعظمه من رب، ما أعظمه من رب حقيقة. يعني هذا الحديث لا تنقضي عجائبه. تقول الحمد لله رب العالمين يقول لك الله حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم يقول الله لك أثنى علي عبدي، يقول مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي. لو تريد أن تستنتج عجائب وأسرار هذا الحديث لا تنقضي. هل هو كرم الله في إجابته لعباده؟ ملك عظيم، رب، خالق، رازق، يلتفت لمناجاة عبده فيقول له حمدني، أثنى علي، مجدني. يا سبحان الله ما أعظمك، يا سبحان الله ما أوسع حلمك. ثم إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، هذا بيني وبين عبدي نصفين. إياك نعبد هذا لله، حق الله، وإياك نستعين هذا لك أنت، تريد أن يتحقق لك شيء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يا عبد الله استشعر هذا الحديث وأنت تقف بين يدي الله. لما تقول الحمد لله رب العالمين استشعر أن الله المستوي على عرشه المستغني عن خلقه يقول لك حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي نصفين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. استشعر هذا لنجعل القلوب تتحرك لتعرف طعم التوحيد ومعنى الإفراد لله جل وعلا. انظر الدنيا كلها تقوم على التوحيد. أول عمل يكون في اليوم ما هو؟ أول شيء يكون في اليوم ما هو؟ أليس هو الله أكبر الذي ينادي لدخول اليوم ولبدء اليوم؟ الناس يمسكون عن طعامهم الصائمون حينما يسمعون الله أكبر.
والناس يتوجهون إلى صلاتهم وتبدأ أعمالهم وأرزاقهم حينما يسمعون الله أكبر. تسمع هذه الكلمات 17 الله أكبر الله أكبر قبل قليل، كلها توحيد، من الله أكبر إلى لا إله إلا الله كلها توحيد. تبدأ يومك بالله أكبر وتنهي بماذا؟ بماذا تنهي يومك؟ لما تضع رأسك على مخدتك، رأسك على وسادتك، ماذا تقول؟ ألم تقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت وبنبيك الذي أرسلت، أليس كذلك؟ تبدأ بالتوحيد وتنتهي على التوحيد. لماذا كان سيد الاستغفار سمي سيد الاستغفار؟ لأنه يشتمل على التوحيد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار كما في الصحيح؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتكلم عليه شخص ابن تيمية بكلام جميل أوضح فيه لما سمي هذا الحديث بسيد الاستغفار، لأنه اشتمل على حقيقة التوحيد لله جل وعلا. أيها المحب، لا يلتفت قلبك لغير الله جل وعلا، لا يتعلق قلبك إلا بالله، املأ قلبك حبا لله جل وعلا. وأختم بحديثين حتى الناس يصلون ما شاء لهم ويقرؤون قبل الإقامة. كان من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. انظر إلى جملة الألفاظ، اللهم لك الحمد، إليك المشتكى، وأنت المستعان، وبك المستغاث، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. توحيد، توحيد كله لله. هذا كان من دعائه، وكان من دعاء عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك منه ولا تجعل لأحد من خلقك فيه شيئا. إذن مدار صحة القلوب وحياة القلوب أن تفرغ من كل شيء إلا الله جل وعلا. كل كبيرة، كل ذنب يطفئه نور التوحيد. قال الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات الآية. وكل عمل صالح يطفئ نوره الشرك، ما ينفع. كل كبيرة يطفئ نارها التوحيد. قال الله عز وجل مصداق هذا الكلام، قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا؟ لأنه لما أرادوا به كيدا ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، هو الذي يكفيه. فلذلك قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. فالنار جردت مادتها، أبطلت مادتها الحارقة، بقي نورها، بقي ضياؤها، بقي كل شيء إلا المادة المحرقة أبطلت،
ما يمكن أن يكون هذا، ما أحد، كل العلم التجريبي لا يستطيع أن يمنع النار من المادة المحرقة. رب النار قال كوني بردا وسلاما، ولو قال بردا لهلك إبراهيم، لكن بردا وسلاما تتحول النار إلى برد. لماذا؟ لأن الله نجاه بالتوحيد. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، أبطلت مادتها بالتوحيد. فكل المعاصي يطفئ نارها التوحيد، وكل طاعة يطفئ نورها الشرك والعياذ بالله. ما تنفع، ما تنفع بشيء. فالقلب يجب أن يتعلق بالله جل وعلا ليحقق المراد الذي يراد منه، وهو كمال الذل والحب لله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم توحيدا صادقا وعملا صالحا، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد، وأن يرزقنا التقبل، أو أن يرزقنا العمل به، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين الذين لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.